بغينا نديرو ليدات، بغينا نديرو شي فامي، خدينا حنا الشواهد وفاتو شحال ديزاني. يا دنيا قوليلي لا إله إلا الله محمد رسول الله. ويلي ما كتخمم، السلعة هربانة لك ما دخلتش من الحدود. وخليها على الله وصافي. مالك دوي دوي؟ شن دوي؟ يا ويلي ده ماله؟ شن نقول؟ وانت كتخمم وكتقول لي اش غنقول؟ وانت عارفة همي، بلا ما نبقاو نعاود عاوتاني نقول لك ديما همي شناهو همي، انت راه عارفة همي شناهو. قولوا لي انا نسمع هاد همك عاوتاني. الله وعسى يكون شي هم جديد. نعاودوك الألف مرة. انا عارفة عبد الرزاق همك هو الولاد، وكاين شي عشبة ما كليتهاش، واش انا نضارب مع الله؟ اي طبيب قالوه لي راه مشيت عنده، كل عنده بلا مشط الراجل ربي نهار غيبغي راه في ساعته. انا راه ما قلتش لك غادي نضارب مع الله، انا راه غادي بداكشي اللي يقسم لي الله. واش فهمتيني ولا ما فهمتينيش؟ انا باغي وليدات اللي بقاو معمرين عليا الدار، وشي وليد اللي بقى انا وياه نتصاحبوا انا وياه، انا كنشوفهم في الجردة الاب وولده وغاديين فرحانين ومرتاحين، والسعاده اللي في وجوههم باينه عليهم من بعيد ديال بصح. انا هذاك هو الشعور اللي باغي نحس به، انا باغي نحس بداك الشعور. وراه كاينين بزاف ديال الحلول في الصراحه خويا. انا ما فهمتش هاد الحلول اللي من نهار عقلت عليك وانت كتعطيني في الحلول التافهه. هذا والي، هذه عشبه. خويا انا راني عيت والله تعيت، واش انا نضارب مع الله؟ حتى انا راه باغي نكون ام صافي. انا هاد الشيء هذا ما بقاش عاجبني، اخرج من رونتك وقول مالك. او الصراحه انا عندي الحل، ولكن هاد الحل هذا اللي لقيت انا خفت منك انت هي اللي تقلقي. 10 ديال السنين بيناتنا وما بغيتش تقلقي عليه. الحل هو اللي بان لي انا، نمشي نتزوج. تزوج؟ انا ما نتزوج مني تكون. كنقول السيد من القبيله وكيرطب وكيقول وكيدوي. لا انت شويه لاباس. ولا انا ما بغيتكش تقلقي عليه، وراه هادشي اللي قلت لك علاش انا ما بغيتش نقول لك هاد الحل. كون خليتيني كنخمم من راسي، كون بقيت كنخمم راسي وصافي داكشي وهمي خليته. انت اللي قلتي لي قول لي همك. وهكا فمي اللي سولتي، كون عليا انا ما نسولكش تقول لي هاد الكارثه هاد المصيبه اللي باغي تقول لي انا باغي نتزوج. دابا اسمعي، الله يرحم لك الوالدين، واش كاين شي حل جربناه ونفع؟ راه كاع الحلول درناها، كاع الحلول هذا هو الحل اللي بان لي انا مناسب. لا خويا هاد الحل انا ما عجبنيش، ما نجيبش انا مرات تولي داخله خارجه عليا انا، نولي انا وياها مشاركين السدادر. هادي ديالي وهادي ديالك، وانا مالي انا باغي حبا فيها؟ انت راه عارفاني انا كنبغيك انتي. انا راه بغيتها باش دير لينا وليد هنايا، وولدي غيكون هو ولدك، غنكونوا كاملين اباء وامهات ديال هذاك الدري. واش فهمتيني؟ فهمتك. والله يرحم لك الوالدين. وانا نجوى وفكر لي شويه. الله يرحم لك الوالدين. ايوا خويا انا كنفكر لك، كل ما كنتش كنفكر لك كاع ما نشد معاك الطريق للسادات كنفكرك. يا الله شو هادي فاش كتفكر عاوتاني؟ دابا كنقول لك انا لقيت هاد الحل. هذا حلك ما عجبنيش. دابا انا كون كنت خايب كون درتها لراسي وما جيتش عندك باش ناخذ موافقه ونتوافق معاك على راي واحد وعاد باش نمشي نديرو. ولكن انا راني انت زوين جيتك وانت عارفاني كنبغيك وما غنقزكش انت. لا لا عاود الكلمه اخرى وعسير ديرها وشوف اش غيطرى لك. سير ديرها نيت وفكر في هاد الحل هذا. خلي لك الوقت تفكري. ما باغاش نفكر باش نوض ناكل في الجوع. لا الله محمد رسول الله. لا لبستي القفطان عاوتاني، يخرج عقلي اللي بقالي اجيني يا س... السلام عليكم. ما كداوي راسك؟ لا ما داويش راسي، ها داوي مع البراد.
قولي لي يا حبيبي، فكرتي داكشي اللي قلت لك؟ لا ما فكرتش فيه وما بغاش نفكر فيه وما داخلش ليا راسي. يلا شوفي، انا نعطيك واحد الوحده ويعجبك الحال، وانت غادي تبغي تمشي تاخذي لي بايدك نقولها لك؟ قولها لي انا كنسمع. فطام الزهره بتمول الحانوت. ويلي وصلنا حتى فطام الزهره بتمول الحانوت، واش كدوخ عليا ولا لا؟ علاش مالك؟ كيفاش فاطمه الزهره عندك باشي علاقه بنتي ليا ملي مشيتي لها هي من وسط الدريات كاع مشيتي فاطمه الزهره مشيتي ديك الزوينه ديال الدرب كامله وانا الزهره خايبه اسمعيني يا حبيبه وحبيبه وانا شنو قلت لك ان شاء الله اسمعيني انا شنو قلت لك قلت لك انا باغي غير تولد ليا تولد ليا ويكون ولدك تي على لا ربي على يدك ربي كيف ما بغيتي انت شوف نقول لك واحد الكلمه شي انا والله هي بنت الناس ودرايفه ولكن شي فاطمه الزهره بنت مول الحانوت راه ما دخلاتش ليا راسي ياك باغا الولاد اه وصافي انا غنجيب لك اللي غتولد لك مزيان تهدا ناضر شكون هي هاد الناس سميره سميره اللي كنت كنصيفطها باش نشوفك انت اه ويلي وانا زعما هادي كديره بحال اختي انت تزوجيني بها ايوا تا فاطمه الزهره بنت مول الحانوت بحال اختك دابا القرار بقى لك على شي شنو ديري اللي بالك مزيان هكا حتى هذا ما دار صافي صافي ياك موافقه بنت موافقه مرتاحه نجيبها مرتاحه كل شيء الحمد لله وانا شي بغيت انا بغيت كنتي تكوني مرتاحه ليا وما تقلقي ما والو صافي صافي يلا انا غنمشي ارتاح سير باه كنبغيك تبغي تلقى ضربك ان شاء الله لا نشوفو هاد المصيبة في نهار واحد ولكن سامي راه صراحة صاحبتي و تعقلي بيك ما نخاف منه ممتي دموعك غاليين عليا دابا فاجيها ربي و تعز دخلي مرحبا بك صاحبتي بارك الله فيك اختي كديرة كديرة مع معك الحمد لله كلشي بخير الساعة الله إلا توحشت ديما كنبغي ندوز نشوفو وما كنساليش إن شاء الله شي نهار دوزي عندنا كدير واحد عبد الرزاق لاباس عليه لاباس عليه الله يحفظك إيوا اللهم عليك الحمد شكلتي ليا شي عندي بغيتك ضروري خلعتيني مالك ياك لاباس اختي ما كاين ما نخبي عليك عبد الرزاق باغي يتزوج اه ويل يلا باغي يتزوج علاش على قبل الاولاد اوكي عارف باقي اختي ما جابش لك الله باقي اختي والله يصاوب شوفي كلشي بيد الله داكشي اللي كاين علاش عيطت لك انت دابا هو باغي يتزوج وانا قلت لي انا غنختار لك الله ما لقاش حسن منك صاحبتي حسن مني انا ضحكتيني والله تضحكتيني واش كدوي منيتك والله تداوي منيتي كل ما كنتش داوي منيتي كاع منعيط لك صاحبتي نجلسك هنا اختي انا عبد الرزاق كنعتبره بحال خويا كيفاش غادي نكون انا وياه انا بدا ما نكذبش عليك ما عرفتش كيفاش غادي نتعايش معاه باش نكون انا وياه لا اختي وانا كنعتبرك انا بحال اختي وانت اللي غادي تصلحي لي اما شي وحده اخرى ما غتخدمش لي انا عارفك وانت عارفاني وغنتفاهموا ما عرفتش اختي اش غادي نقول لك والله عتي حيرتيني وما ما عرفتش اش غادي نقول لك ما عرفتش باش غادي نرد عليك واش هو خفت انا شوفي كنخاف اختي من مشاكل هادشي ديال الزواج وبالاخص الدريرات اختي واه اويلي راني صاحبتك واقع لك ولو ما نكذبش عليك انا نخاف اختي يعني نكون مع راجلك وراه ما دارك يعني وقعوا بيناتنا مشاكل ما تخافيش والله ما كاينه شي حاجه دابا انت بغيناك غتوافقيني انا صاحبتي اختي اش غادي نقول لك شي وحده اخرى واش غادي نقول لك ما لقيت ما نقول لك والله ما عرفتش باش غادي نقول لك ما عرفتش باش تبلي يدها على ما طريده السكوت السكوت ياك بعدا ايوا داكشي اللي كاين وانا خليت جالسه ما نطيب لك حتى حاجه عا جلسي بلاش والله ما قاد عليا غير جلسي يا صاحبتي ويلي هذه عاوتاني وحده اخرى مشكله هذه صافي وخمواتك كيدبر قلبي مسكين وانت نجوى الاول كنتي خايفه ما بغانيش نتزوج خايفه ني نقلب عليك وجهي احنا بخير دابا عايشين بثلاثه بينا في الدار كاين لا صداع لا مشاكل لا والو ايوا الحمد لله انا كنت خايفه على تزوج ليا بشي وحده ما هيش ولكن انا من اختاريتها عارفه راسي اش اختارت راه سميره بنت الناس زعما انتيا ما قد لك غير اللي خالقك والله ياك سميره انا جايه اجي يلا هاي ناس داوين عليا انا كنا داوين عليك اختي قلت لها كنت خايفه زعما كنت تزوج بشي وحده ونقلب عليك انت هي المهم قصه طويله لا لا انا ونجوى خوت الحمد لله الحمد لله اختي دابا عرفتي اختارتك هي اللي اختارتك اش ندير ايوا راه اختارتني وعرفت شنو تختار
يا كان جوا اختي داكشي اللي كاين راه هذا بعث مالو كيدخل ويخرج عليا في الهضره هنا. ولا لا الله يدومها محبه بيناتكم داكشي اللي باغي انا يلا. والمهم انا غادي للخدمه ومكرهتكمش اليوم ديروا لي شي شيوه زوينه ياك نقصروا ونضحكوا في الليل تبان لكم وما تصير شنو تصير الخدمه نجمعوا تستاهل تستاهل كل خير. انا غادي صافي عين السين داير نخدم مع الدهن طيب عنده العقل وحق الله صاحبتي راه الراجل ديالنا دابا هذاك راه خاصنا نديرو فوق راسنا وين غيتصرع علينا هذاك راه ما كيشبعش من الماكله لا مره يبدا يتوحم علينا هنايا وان شاء الله تولدي لينا تتيا على ذكر الوحم شي بنيه ولا شي وليد نربيهم مع بعضياتنا ان شاء الله علاش لا تربي انت ان شاء الله ان شاء الله انا نولد وانت ربي الله يحفظك ليا يحفظك ليا ونودي وجدي لي ميه كون راه حلفت عليه كوني هانيه انا غادي نوجد لي من اللي حلفت عليه كوني هانيه انا اللي غنوض وغادي نوجد لك ولا نحط لي ونوجد لك حتى هي ما تكوني غير على خاطر الله يحفظك ليا سمير كوني هانيه اختي وراكي اختي علاش لا انت راكي بحال اختي الله يحفظك كوني هاني وانا سميره بنت ناس صراحتك ما عارفه والله خلينا ديما مجموعين وبعد علينا كحر الراس لو امي حياني الا وهلو بغل الو سالم عبد الرزاق كي داير بخير لاباس عليك لا بس الحمد لله كي دير انت مع شي خدمه ياك هاني بعدا لا لا والو بس اللهم عليك الحمد بغيت نقول لك غير واش غادي تجي بكري اليوم وانت شوف ضروري تجي بكري عندي لي شي موضوع بغيت ندوي معاك فيه لا لا ما كاين حتى شي باس صافي ان شاء الله وعندك تعطل يلا صافي سير نقول لك شي حاجه غتفرحك ان شاء الله يلا سير الله يعاون نهاركم برو يلا سلام عليك حتى انا يلا هلا وهلا خلطت مسكين سميرة ما تلقاو دوك الشفار سميرة مالك اختي مريضة مالي والو اختي غير شوية دوخة شاداني ما شكيت عليك ورد يلا مشي حط الطبيب لا لا مشيت عنده البارح ما عندي ما نخبي عليك وقال لي راكي كحاملة وعيط لعبد الرزاق باش نقول عليه قلت اليوم نقولها لي في العشية زعما عيط لعبد الرزاق وقلت نقولها لي اليوم في العشية وسمحي لي ما قلتاش لك انت الاولى قلت خاصو هو يعرفها لا شناهي الاخرى حاملة حسبي الله الله يتفرحتيني وحق الله القاصه الله يحفظك بارك الله فيك اختي هذيك الساعه قولي لي نمشي معاك ومشيت البارح جاتني حشاك تبوعه داك الشيء قلت نمشي نشوف الله يتفرحتيني وحق الله القاصه ما عرفتش وليت كندخل ونخرج في الهضره من الفرحه نضغطي ترتاحي انا ديال بيتك ترتاحي خليني الله يحفظك بارك الله فيك جاتني شويه الدوخه قلت نرتاح شويه وكان مشي هي شي حاجه نصاوبها لي لا مشي هي والو والله خاطري عرفتي مغلغل عليا ما قادر ناكل حتى شي حاجه مزت تشاحي عافاك خليني والله خليني هنايا وبغيت عافاك بغيت نطلبك طلب واحد يجي عبد الرزاق ما تقولي لي والو انا اللي بغيت نقولها لي لا صافي كوني هاني عافاك الطلب ديالي الواحد دابا انا قلته لك عندك تسبقي تقوليها لي قبل ما نقولها لي لا لا كوني هانيه والله صافي الله يحفظك يا طاولة ما طالش مالك انجو والو والله الا فرحانه لك والله انا غادي نوض الكوزينه جبت معايا شي حاجه ما عمرناش برات اتاي اها اختي السلام عليكم جيتي على سلامتك الله يسلمك كدير بخير لاباس عليك الحمد لله كتليت اليوم شويه الله يرضى بخير اتصلتي بيا قلتي لي جي بكري جيت بكري ما كاين باس لا لا ما كاينه حتى شي حاجه اه شوفي وكا كندوي معاك بصح ما كاينه حتى شي حاجه وريني علاش زعما قلتي لي جيب كري واخا بغيتي تعرف اه تحلسنا يلا غمض عينيك انا غمض عيني اذا شت في يدك ما تحلش عيني دابا دابا حل عيني كيفاش كيف كتشوف شفت شي صح ايوا شوف شوف مزيان حاملة
واو مشيت البارح عند الطبيب ما بغيتش نقولها لك. المهم انت مزيان انت صحتك بخير؟ انا مزيانه كلشي هو انا كلشي هنايا هيا انا شوف هنايا شفت شفت متك يا ربي وشكرتك اخيرا الله. شوف نقول لك شوف شنو 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 مشاهية شنو مشاهية دابا مشاهية والو دابا قولي قولي اللي جاتك اللي جاتك العاق اللي جات مشيت مشيت فين مشيت فين مشيت نجيبك شنو شنو مشاهية شنو بصراحة مشاهية انا الكيو كيوي منقدرتش نقولها النجم نجيبو شوفي ما ديري والو 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 شكون اللي حامل انا اللي حاملة هي ما حاملش انا اللي حامل وعارف راسي حامل وما بغيتش ندير اي حاجه بغيتك حامل من حامل من ودنيك انا اللي حامل انا اللي حامل نجوى نجوى نعم عبد الرزاق اش واخا انا اللي حامل شحال عندي اش باقي لا جو سيمان باقي ما قالش لك واش ولد ولا بنت ما قال لك والو دهس الهامي اللي شاف غير الله يحضر خبي الشرب لا يظهر وخموات والله انا ما شافاش نبغيها كاع ما لقاو ما نبغوش قد صفط لها الادعيه زعما هي الشريفه العفيفه الو الو السلام كي دايره لاباس عليك الحمد لله وانتي الحمد لله حبيبه كاينه ماماك كاينه دوزي عليا عافاك واخا انا ندوزها لك ماما ماما نعاد قايمة هنا جاي شكرا بنتي انا بغيت نسكت التليفون سيده اش فاش نبغات الو الو خالتي لطيفه كي دايره لاباس عليك هانيه لاباس الحمد لله بغيت نسولك عافاك واش باقي كتصاوب دوك العشوب اين عشوب ويا لان عشوب بغيتي تنكري ولاش بغيتي غير بنت اختي معاك كتقرا ودات واحد الزبره البرهوشه وراكي عارف ايوا صافي غير نعتقوها قبل ما تشوهنا غتجي اليوم نتيا انا ما نقدرش نجي عندك صيفط لي بنتك صافي ماشي مشكل نصيفطو لك مع بنتي انا نعطيها الخلاص مدوبل يلا بالسلامه الله يعاونك يلا بالسلامه ايوا هذا مسمار طلقنا شوفوا دابا شكون اللي غيبقى حامل انا ولا انتي لبستي القفطان عاود تاني يخرج عقلي اللي بقالي اجيني يا سلباني اجيني يا للا المسلسل ديالك اش من شحال الرقم ديالك بلاتي داك المسلسل القديم كل مره كنتفرجوا فيه وصافي اختي اللي بان لك ماشي مشكل تا خليها بغات تفرج خليها تفرج فيه تمام هو قديم قلت لك ودير شي حاجه اخرى هي بغات تعاودو صافي خليها تعاودو هي بغات تفرج فيه تفرج فيه تفرج فاش ما بغاتي حاجه المعاوده كتفرجوا فيها الناس اللي فيهم الزهايمر صافي خليها هي تعاود تفرج فيه هو هذا صافي تفرجوا فيه كامل هنا انا غادي نوض نجيب كاس الماء لا لا فين تنوضي كنت متقدي لي والو خليني نوض نجيب نجوع عافاك نوضي جيبي لها كاس الماء ها كاس الماء ها كاس الماء جيب لك كاس الماء سمحي لي انا وضتك لا ماشي مشكل نوضي راه شحفات نوضي غير شويه عليها بشويه عليها راك زايرتي لها على رجليها ماشي مشكل من جوا ديما طبعها هكا ويلي الا كان طبعها هكا نحيدو منا سالاتي ياك ما تقصحتي في رجلك لا لا ياك لا صافي تفرج حنا في فينا كاس الماء والله الا كاس العصير هذا ماشي كاس الماء والله الا علاش كتحداني علاش كتعبر عليا كاس الماء انت اللي بديتي ماشي انا ها عطات اختي كاس الماء عطات كاس الماء كاس الماء والراحة يلقوا بيضة صحة والراحة وتشربها لا خاطرك إن شاء الله هيك أختي
شكرا على وقتك. شكرا نجوى، اسمحي لي. مشكلة اختي، بالعكس مرحبا. نجوى راه قلب كبير نجوى. نعم عارفة خير كل شيء. عارفة ليك. شي اللي كاين؟ عشرة ديال السنين زعما. عارفة. نجيب لك شي حاجة أخرى؟ لا شكرا نجوى. لا بغيتي شي حاجة قولها لي ما تحشميش، راك عارفة. شكرا، عارفة اختي اللي كاين، الله يحفظك. بناديل العمر ديري البنادير فوق جبر. تفكري شنو كليتي؟ تفكري شنو كليتي؟ كليت شي حاجة من غير الماء اللي عطاتني نجوى. نجوى شنو غدير لك في الماء؟ راه الماء راه شتوها نايمة. المهم لقى عندي شي حاجة سامة في الدم، معرفتش. نجوى! نجوى! لاباس. شنو درتي في الماء اللي عطيتي لسميرة البارح؟ شغل ندير ليها في ما في نظارك وهذا باطل عاوتاني، كون درت لها شي حاجة راه غتبان لك في الماء. ياك اختي نجوى ياك ياك تقتلي لي داكشي اللي في الكرشي. اختي كي غديري مع الله؟ غير قول لي كي غديري مع الله، ما حشومش عليك وزعما كنت حاسبة ان غادي نعطيك تربيه. ياك اختي وغديري بحال ولد وقلت غتهلاي فيه، ولكن حشوم عليك ملقاك مع مولاك غدا قدام يوم القيامة. ياك انا كارت الخير، ياك الكلب الكلب ندير فيه الخير ارجعوا ليا، وانتيا ناكرة الخير تو. شوفي اش غنقول لك، غتمشي تجمعي حوايجك ياك يا المحسادة وغادي تمشي في حالاتك، نمشي واحد العاقرة وحياتك سالات لك ومطلقة طلاق ثلاث، اما حنا باقينا غنولدوا واش فهمتيني؟ وما بقاش نشوف كمالتك احسن ما ندير لك الشوا في هذا الدرب هذا ونخرجك بالشوا. يلا سيري حيدي من قدامي دابا. ناكرة الخير واخد رجل الساعة انا غادي بحالي، راه قال لك ينولدوا كاملين يا حرامة. مزيانة انا غنمشي عندك ما تولدش عاوتاني، وراك وراك والزمن طويل. دابا بغيت غنعرف، اقول لي هاد الحلول اللي انت باغيهم قولهم لي. انا راه ما كرهتش لك، واش انا كرهت حتى انا نكون اب اكسيون؟ خويا تقتلتينا بهاد الحلول، عندي حل عندي حل، فاش نجي نشوف نبقى جيب لي شي عشبه ولا مديني عند شي والي. انا راه انا ما كرهتش نكون او بصراحه انا راه لقيت الحل. انا كدح اكسيون. دابا قول لي هاد الحلول اللي عندك راهم لي خويا نسمعهم، واش انا كرهت نكون ام؟ راه حتى واحد ما كره، ولكن داكشي كامل في يد الله. اقول لي هنا عينا هاد الوالي نزورو وهذا نمشيو نبوسو ليه جبهتو هذا. شويه شويه بحالك اش غندير لنا في الماء؟ اش باغي اش نور هذا؟